خلاص جاهزين؟ اوكي ايوه، لا اكيد مش محتاجين مايك بقى المرة دي. ايوه ازيكم يا شباب؟ عندي سؤال فضولي كده، انتوا كام؟ 10. اشمعنى 10 دول اللي بيحضروا من ال... يعني اشمعنى 10 دول اللي قرروا يحضروا اخر اسبوع؟ سلام، الله الله، بونس يا ابني الراجل ده. اه ماشي. اه ده اسم كويس ولا من مادة من الأنتنة؟ طيب النهاردة يعني توبيك نوعا ما مش معتمد على اللي فات قوي، هو مش معتمد على ريسيفنج أنتنة بيزيكلي يعني، ولا الأبرتشر تقريبا، مش معتمد على حاجة يعني. نتكلم على ما يسمى بالأنتنة الريس، إن إحنا دلوقتي خلاص المفروض إن إحنا بقينا إكسبرتس خلاص وجامدين جدا، وأي أنتنة هنعرف نعملها ديزاين، سواء بقى ايه بترانسميتنج سبيكس وريسيفنج سبيكس، والحياه جميله يعني. احنا عندنا على كذا نوع من الانتنه المفروض. فبنتكلم بقى ان لو انا يعني مثلا بقى عندي ديجري فريدم زياده، ان انا يبقى عندي كذا انتنه مع بعض، واشوف ازاي ممكن بكذا واحده اطلع يعني ريسبونس، او اطلع بقى باترن، او اطلع سبيكس يعني ما اقدرش اطلعها بانتنه واحده بس. طيب الموضوع بيزيكلي مبني على ما يسمى بالباترن مالتيبليكيشن برنسبل. ده بيقول لك ايه يا سيدي باختصار؟ بيقول لك ان انت لو عندك حاجه كده ايه، لازم السكشن ده مثلا نرسم الاكسيس دي 10 مرات مثلا كل سكشن. لو انا عندي في السبيس بتاعي شويه انتنس من اي نوع، يعني خلينا نقول مثلا ايه اكتر نوع انتوا حاسين انتوا فاميليا بيه؟ ايه؟ دايبول. يلا تاني مثلا دايبول انتن عامله كده، وبعدين دايبول تانية عاملة كده، واحدة عاملة كده، شوية كده كتير، وكلهم نفس الطول، كلهم ايدنتيكال. يعني هو بيروح قايل لك ايه؟ بيقول لك مبدئيا انت عندك ان ايدنتيكال elements، سموها بقى ان element لان هي يعني وحدة بناء الستراكشر ده كله، بس كل واحدة منهم مختلفين في ايه بقى؟ يعني هم لو ايدنتيكال فمبدئيا هم في مثلا لوكيشنز مختلفة، different locations، وليهم different feed current اي نود اي ان بقى مثلا او اي حاجة. لان انا في الاخر لو عندي دايبول واديته current 1 مللي، فهيطلع لي الكتريك فيلد بروبورشنال لل1 مللي دي، لان في اي نوت في الاكسبريشن بتاعه. لو دخلت له ب2 مللي هيطلع لي، هيسكيل بس الكتريك فيلد كله. لو دخلت له 2 مللي بس بفيز مختلف شويه، هيسكيله في الفيز وفي الماجنتيود، بس في الاخر الباترن هيفضل هو هو يعني. يعني في الاخر اقدر اقول ان نفس البارامترز اللي يعني هو نفس الاستراكشر، فبيطلع لي نفس البيهيفير، بس الاي دي بتسكيل الدنيا شويه. فاحنا بنقول مثلا والله انا عندي شويه الانتنز دي، مثلا دي انتنة رقم واحد ماشي فيها اي 1 وفي اللوكيشن ار 1، دي الانتنة رقم اتنين ماشي فيها اي 2 وفي اللوكيشن رقم ار 2، دي ار 3 وفيها هنا اي 3، في شوية كتير كده تانيين، وفي هنا عندي ار ان كابيتال ان كده ماشي فيها اي ان. طيب اللوكيشن ده بالظبط فين بالظبط؟ يعني في اول الدايبول ولا في نصه ولا في اخره ولا فين؟ مبدئيا ده فار فيلد، فبالتالي المفروض ان انتنا دايمنشنز بالنسبه لي يعني مش تفرق كتير، بس الانتنز بينها وبين بعض يعني ما اقدرش اقول ان هم فار فيلد، يعني ما اقدرش اقول ان دي مثلا بعيده عن دي يعني بمسافه مش عارف انفينيتي. فنقدر نقول ان الاراد دي كلها مثلا ار ان مثلا دي من يعني نقول بقى ايه، من الاوريجن بتاعتي للاليمنت اوريجن. بمعنى ان لو انا مثلا اللامدا باي 2 دايبول ده لما جيت اصلا احسبه وطلعت له الاكسبريشن والكلام ده كله، كنت عامل ايه؟ كنت عامل اورينتد الونج الزد اكسس مثلا، وكان الاوريجن بتاعته في نصه، لكن ده مثلا لامدا اوفر 4 مثلا، المسافه دي والمسافه دي لامدا اوفر 4. طول دي شوية كده، نزل دي كده شوية،
فالار بقى خارجه من الاوريجن بتاعتنا بتاعت السيستم بتاعي لغايه الاوريجن بتاعته هو. لا مش شرط. انت لو ابيتشر مثلا فهو ما فيهوش اصلا فيد خالص يعني. بس هو بالنسبه للدايبول هو بيبقى فيد عند الاوريجن يعني. برضه مش شرط ممكن يبقى فيد اسيمتريك يعني. بس فلو الوضع عامل كده وانا عايز بقى في السيستم ده كله احسب نفس الكلام اللي بحسبه في الاول ان احسب الاي واجيب منها الاي والاتش وكل الحكايه بتاعتنا دي. فبنعمل بقى اناليسس كده. اتعامل معاك في المحاضره ولا ما اتعاملش؟ اوكي مش عارف صراحه اشرحها بسرعه ولا يعني. هو بروف يعني بس هو بروف مش طويل قوي. هو اكشلي اول مساله كانت فيها البروف ده. لا ده كان في شيء تاني بس يعني ممكن نقول ايه تعالى نعملها على جنب هنا احسن عشان نبوظ التنظيم اللي عملناه. ان انا بقول مثلا ان لو انا عايز احسب الاي توتال فانا اقدر اقول ان هي مثلا سميشن بتاع اي 1 او اي ان يعني اللي هو اي بتاعت الاولاني بلس الثاني بلس الثالث فيكتور مجموعه بفيكتورز يعني. طيب وانا عارف برضو او خلينا حتى ايه يعني خلينا نحسبها من الاي احسن. الاي توتال مثلا اقدر اقول ان هي مثلا لو بنتكلم في اي 1 فهي بتساوي ايه ميو على 4 باي اي تو ذا ماينس جي كي ار اوفر ار انتجريشن بتاع يعني مثلا جي 1 اي تو ذا جي كي دوت ار ار 1 مثلا دي في برايم. صح فاكرين الكلام ده؟ طيب نرسم رسم تاني بسرعه هنا. ان احنا مثلا عندنا الاستراكشر ده مثلا هو بتاع الانتنا 1 دي مثلا هي ار 1 ودي كده الانتنا 1 نفسها اللي فيها ماشي جي 1 مثلا. فخلينا كده نمسك دي شويه. الار 1 في الكيس دي هي في الحقيقه طبعا ار 1 برايم المفروض ان هو بقى بيتحرك على الانتنا بودي مش كده؟ وعشان كده هي برايمد كوردينتس في الحكايه دي. بس طبعا الار 1 برايم ما اقدرش اقول ان هي نفس الار برايم بتاعت لو انا خدت الانتنا لوحدها. لان انا لو خدت الانتنا لوحدها يعني دي مثلا الكيس بتاعت ان الانتنا جوه الاري. الكيس الثانيه ان هي الانتنا دي نفسها الاوريجن في النص اللي هي الحته اللي كان الار مشاور عليها. وكنت بقول ساعتها ان الار برايم خارجه من الاوريجن لاي نقطه من دول. فما اقدرش اقول ان الار برايم دي هي الار 1 برايم في الاوريجن دي. مش كده؟ بس ممكن اقول ان الار برايم لو احنا مثلا قلنا ان انا عايز اتحرك على نقطه مثلا راندوم هنا اقدر اقول ان هي بتساوي ايه؟ الار برايم مثلا في الكيس اللي هي فوق دي اللي هي ار 1 برايم هي ار 1 بلس ار برايم. ازاي؟ ان لو انا مثلا رحت قايل ان الانتنه في الكيس دي خلينا نرسمها بشكل اوضح شويه. نعملها فوق احسن. الانتنه بتاعتي مثلا عامله كده. احنا قلنا ان الار ار 1 خارجه من الاوريجن بتاعتي للاوريجن بتاعت الانتنه نفسها. وقلنا ان الار برايم بتاعت الانتنه لوحدها كانت خارجه من الاوريجن بتاعتها لاي نقطه وبتحرك على النقط كلها. يعني ريلاتيف الانتنه نفسها. فاحنا عايزين نجيب الار برايم بقى في الكيس دي ريلاتيف الار برايم في الكيس بتاعت الانتنه لوحدها. عايز اربطهم ببعض يعني. فانا اوريدي عارف ان الار 1 برايم ان انا هروح شغال في نفس الاكسيس كورد الاكسيس اورينتيشن دي بس عمال اتحرك على الانتنه نفسها. فممكن مثلا اختار نقطه كده راندوم واقول ان الار 1 برايم مثلا هي النقطه دي. بس انا ممكن اقول برضو ان الار 1 برايم دي هي ار 1 لغايه الاوريجن بلس نقطه من الاوريجن بتاعت الانتنه نفسها للايه؟ للنقطه اللي انا بتحرك بيها. فانا كده كاني قسمت الار 1 برايم اللي جوه الانتجريشن الجديد اللي انا بحسبه ده للار 1 اللي هي ثابته بالنسبه للانتجرال هي اللوكيشن بتاع الانتنه نفسها بلس الار برايم اللي كانت اصلا في الانتجرال بتاعها هي لوحدها. فكان انا متوقع ان اللي هيطلع لي من هنا ايه؟ هيطلع لي الاي بتاع الانتنه لو جيت حسبتها لوحدها اللي انا اوريدي بقى اقدر احسبه اصلا زي اللي انا كنت بحسبه اصلا في الاول بس مضروبه في سام فاكتور مرتبط باللوكيشن. فيطلع لي حاجه مثلا بالمنظر ده الاكسبريشنز طبعا ده دي فيكتور اديشن يعني فهتتوزع فيطلع لنا مثلا ميو اوفر 4 باي اي تو ذا ماينس جي كي ار اوفر ار في الانتجريشن بتاع جي 1 اي تو ذا جي كي
دوت ار برايم دي في برايم، وهيتبقى لي ترم تاني اي تو ذا جي كي دوت ار 1 مضروب في الكلام ده كله. بما ان الار 1 دي اللوكيشن بتاع الانتنه فهي ما بتتغيرش مع الانتجريشن، فاقدر اطلعها بره، مش كده طلعتها بره. وفي نفس الوقت الكلام ده هو الاي بتاع الانتنه 1 او هو الاي بتاع الانتنه عموما، لان انا اي انتنه عندي احنا قلنا كلهم زي بعض بالظبط، بس الفرق في الكرنت اللي هو هيسكيل الاي بتاعتي واللوكيشن، وانا خلاص اتصرفت فيه اوريدي بالترم ده، باين كلهم خلاص هو نفس الاليمنت هو الموجود في كل حته. فاقدر اقول في الواقع ان ده مش اي 1 بقى، ان ده اي اليمنت كده مثلا مضروب في الاكسبوننشال ده. طب بالنسبه للسكيلنج بتاع كرنت نتصرف فيه ازاي؟ راح قال لك خلاص خلينا نقول مثلا ايه، ان الاي مثلا هتبقى مضروبه في اي 1 وهتبقى مضروبه بره في، يعني لو احنا قلنا ان ده اي اليمنت بقى، فاروح قايل هنا مثلا اي ان على اي 1، بحيث ان انا لو بتكلم على انتنا 2 ده مثلا هنا، دي مثلا انتنا 2، ده مثلا ار 2 بقى ان جنرال، دي مثلا كان ماشي فيها جي 1 ودي ماشي فيها جي 2، فالفرق ما بينهم بس ان انا هروح جايب نفس الاكسبريشن بتاع الاي وهضربه برده في الاكسبوننشال بتاع بقى اللوكيشن بتاع ار 2، وهضرب بس في الاي ريشيو بتاعت الكرنتس ما بين جي 2 وجي 1. لو انا مثلا اعتبرت ان جي 1 هو الريفرنس بتاعي يعني ايه، انا ان جنرال بقول هفترض ان ممكن يكون في ريشيو، لان انا بدات الاي اللي قلت ايه، قلت ما دام هو الري فهو ان ايدنتيكال اليمنتس، بس الاكسايتيشن ممكن يبقى مختلف، ممكن اكسايت باشكال مختلفه. ايه يعني كاني بهندل في الكيس دي، يعني انا بشوف، انا ممكن اروح قايل لك ماشي افترض ان الكرنس كلها ثابته، بس احنا هنشوف بعد شويه ان انا لو غيرت الكرنس فده ممكن يساعدني في حاجه اسمها بيم ستيرنج بقى وكده. ايوه ما هو في ريشيو عشان هما كل واحده ليها كرنت غير الثانيه، بتريفرنس بقى واحده منهم اللي هي تبقى اول واحده غالبا يعني. ايه علاقه الايزوتروبيك باللي احنا بنقوله؟ يعني ايه ايزوتروبيك الاول؟ ماشي هي هنقولها دلوقتي ماشي ماشي هنقول. طب الحته دي ماشي هنقول الحته دي ماشي. طب خلينا نكمل وهجاوبكم على النقطه دي. طيب فالقصه دي في الاخر طلعت لي ايه؟ اقدر اقول كده في الاخر ان الاي توتال بقى، لو انا بقى يعني احنا كده كده يعتبر اتكلمنا على انتنا جنرال، فانا كده لو جمعت هيطلع لي الاي توتال هي الاي بتاعت الاليمنت الواحد، بما انهم بقى كلهم ايدنتيكال اليمنت 1 مثلا، في كل اليمنت هيفرق عن الثاني، يعني انا هقعد اجمع كل اي بتاعت كل واحد منهم، والايز كلها كومن فيها الاي اليمنت ده مع الترم ده اللي هو فيه الار المختلفه والاي المختلفه، يبقى اقدر اقول ان ده كله مضروب في سميشن بتاع اي ان مثلا على اي 1 في الاكسبوننشال بتاع جي كي دوت ار ان، والان دي بقى ايه من واحد لغايه كابيتال ان اللي هي الايه اللي هي عدد الالتنس بتاعتي. ويرس طبعا خلينا نعملها كده على جنب برضه رول كده مهمه، ويرز الاي ان هو الاي بتاع انتنا ان، والار ان هو الار بتاع انتنا ان، تيجي نكتبها ايه، والباقي كله بتاع اي انتنا فيهم لان هم كلهم كومن في بقيه الحاجات. طيب الالكتريك فيلد احنا عارفين ان هو جي اوميجا في ايه ثيتا او فاي، فبالتالي اقدر اقول ان الرول دي مش بس على ايه، دي على الالكتريك فيلد برضه، فعلى طول بنحطها احنا في الالكتريك فيلد. طيب انا طلعت من هنا بايه بقى؟ طلعت ان انا عشان اجيب الاي بتاعت الاري كله، فانا بجيب الاي بتاعت الاري الواحد اللي احنا اوريدي كنا بنجيبها في الاول، وبجيب الفاكتور ده وبضرب الاثنين في بعض. من هنا جت كلمه باترن مالتيبليكيشن برنسبل، لان انا ضربت حاجتين في بعض، اول حاجه ده الاي العادي فده الباترن العادي بتاعي، وثاني حاجه دي بقى بيسموها الاري فاكتور اللي انتوا بتقولوا عليها، او ساعات بيسموها سبيس فاكتور برضو، انتوا هتلاقوني بسميها سبيس فاكتور في الورق يعني الاثنين بيساووا بعض يعني. وده بقى بيريبريزنت ايه؟ يعني انا لما بحسبه
اللي هو بيبقى سميشن بقى مش انتجريشن، وكمان ممكن ارسمه. يعني انا في الاخر اللي بعمله بقى ايه، ان انا بروح مثلا لو في الكيس مثلا بتاعتنا دي، ان انا عندي شويه دايبولز، فاروح قايل مثلا ان الاي بتاع الدايبولز دي كلها هو عباره عن الباترن بتاع الدايبول الواحد اللي هو دونت، فيه الباترن بتاع السبيس فاكتور او الاري فاكتور، واروح بقى احسبه حسب بقى انا عندي كام واحد، وبرضه ريبريزنتو ان ترمز اوف سيتا اوف فاي، وارسمه. طلع مثلا حاجه عامله كده مثلا، فكده هيطلع لي بقى ايه، هيطلع لي مثلا هنا في زيرو هتطير الراجل ده، وهنا في زيرو هتطير الراجل ده، فيطلع لي مثلا التوتال باترن حاجه عامله كده مثلا. فانا كده قدرت اعمل باترن جديد، ممكن يكون ده بيخدمني، ممكن يكون مش بيخدمني، دي قصه تانية. بس ممكن يكون انا عايز اعمل اوريدي باترن ده ومش عارف اعمله، فبالدايبولز العاديه قدرت ان انا ايه محطتها بس اشكال مختلفه، قدرت ان انا اطلع سبيس فاكتور بالشكل ده وضربتهم في بعض طلع لي الشكل ده. فعشان كده احنا عملنا باترن مالتيبليكيشن، احنا ضربنا الباترن ده في الباترن ده. طيب لو انا بقى بتكلم على السبيس فاكتور لوحده، ان انا عايز احسب السبيس فاكتور اصلا، فانا كاني بقول ان انا عندي اري من ايزوتروبيك سورس. دي الجمله اللي انتوا بتقولوها بقى، ان انا لو كل واحد من دول ايزوتروبيك، فساعتها الباترن بتاع كل واحد منهم هيبقى حاجه عامله كده بقى، صح؟ كونستانت. فلما اجي اشوف الباترن بتاع الاري كله هبقى بضرب السبيس فاكتور في سام كونستانت فيطلع هو هو. فعشان كده بتلاقوا حتى الجمله دي في المسائل، يعني ان ممكن يلاقي اري اوف ايزوتروبيك سورس، هو كده عايزك بس تحسب السبيس فاكتور وخلاص. وده بيبقى يعني كومن، لان في الاخر انت اوريدي بتعرف تحسب ما يسمى بقى بالاليمنت فاكتور اللي هو الترم الاولاني، انت اوريدي بتحسبه في كل اللي فات يعني في الحاجات القديمه. فمنطقي ان انا عايز اسالك في الانترنال اريز ما بقاش مهتم قوي بالترم ده، ده بيسموه بقى اليمنت فاكتور. وبالتالي اللي احنا عايزين بقى نلخصه من الكلام ده، نمسح بقى دول، هي ان الاي ريد بتساوي اي 1 اي سبيس فاكتور، وده اللي هو سميشن بتاع اي ان اور اي 1 اي تو ذا جي كي دوت ار ان. فدي كانت اول حاجه عايزين نقولها. طيب نحل عليها كام مساله ولا نكمل شرحه كله بعدين نحل مره واحده؟ حل مساله، هي في مساله عبيطه قوي على المسائل الجزء بتبقى سهله عامه. في مساله الدكتور حلام معاكم في المحاضره تقريبا، صح؟ كان فيها كذا، كان حاطط اربع اليمنتس كده. ف ماشي، هجيب لكم واحده هي اصعب منها سنه ونحلها بالخطوات عادي يعني. طيب هو بيقول لك ايه يا سيدي؟ بروبلم 2، هنفتح كده نشوف الصياغه بالظبط كانت ايه. هو بيقول ان انا عندي باينوميال اري، بس هو الصياغه غريبه شويه. ايه؟ هتشوف بعد شويه اسمه كده ليه. طيب وبيقول لك ان هو فيه 4 elements excited بقى ازاي؟ بيقول لك ايه يا سيدي؟ excited ايه؟ with relative amplitudes بالشكل ده، with relative طيب. وبيقول ان بيقول ان ال inter element spacing
ليه. ويقول لي بقى ايه اول حاجه بروف ان الاس اوف ثيتا تساوي كوساين كيوبد ثيتا. وبعد كده عايزني draw the pattern and يبقى determine 3D beam width تبقى عادل عشان تبقى واضحة beam width for the equal on the order. ماشي. ده لسه هنخش فيه كمان شويه. ما تستعجلش على رزقك. طيب هو هنا بيقول لي ايه، انا عندي binomial array وات ايفر هو حاجه اسمها كده. في 4 elements excited ب relative amplitudes 1 3 3 1 والانتر element spacing دي. عاده هو بيبقى رسمه او بيبقى شرحه يعني بشكل واضح شويه. يعني هو ده كده معناه ان هم كلهم along line واحد بس المسافات اللي ما بينهم دي. يعني نرسم حل هنا مثلا وهم حاجه عامله كده. قلنا ان ده الزد اكسس مثلا، فانا في عندي كده هنا element والامبليتيود اللي عنده 1 ده 3 ده 3 ده 1. المسافات ما بينهم دي ده دي 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 كده. طيب بما ان الدنيا سيمتريك احنا شايفين ان هنا 1 3 3 1 ومسافات دي والكلام ده، فافضل ان احنا نخلي الاوريجن فين؟ في النص. لو مش في النص مش هتفرق يعني، هتلاقوا في الاخر الاكسبريشن اللي هو جايبه مش فارق يعني. ولو هتفرق هتلاقيه هو قايل لك بالظبط فين يعني. حاجه كده اهو. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا هن apply القانون وعايز اثبت ان الاكسبريشن يطلع كده في الاخر. هنحسب هنقول والله الـ space factor يساوي summation بتاع in على i1 في e to the j k dot rn والn دي من 1 لغايه 4 صح؟ طيب فاروح قايل له ايه؟ خلينا نمسكهم واحده واحده كده. summation بقى مفيش integrations بقى والعك بتاع زمان ده. فانا ايه عندي ده مثلا اول واحد يبقى الاي بتاعته لو احنا قلنا ان الريلاتيف امبليتيودز بتاعتهم 1 3 3 1 فممكن طبعا اعتبر الريفرنس هو 1. فخلاص فاروح قايل يبقى ده اول واحد ده كده 1 مثلا في اي تو ذا جي كي دوت ار 1. خلينا نكملهم كده مثلا بين بلس ايه 3 اي تو ذا جي كي دوت ار 2 بلس 3 اي تو ذا جي كي دوت ار 3 بلس اي تو ذا جي كي دوت ار 4. طيب ال R1 بكام؟ أو K دوت R1 جيبها ازاي؟ حلو ال R1 هي المسافة دي كده. فأقدر أقول إن ال R1 هي نيجاتيف 3 دي على 2 في اتجاه Z، أو اللي هي 3 دي على 2 يعني في اتجاه نيجاتيف Z. طيب لما أجي بقى أعمل K دوت الكلام ده يبقى هعمل إيه؟ هاخد K Z بس، هجيب K Z ازاي؟ من الفورمولا شيت او الترانسفورميشن ماتريكس، او ما احنا عارفين على طول كده ايه دي حاجه تسرع علينا الدنيا يعني بنشوفها كتير، بان دي ثيتا يبقى كي زد هي كي كوساين ثيتا. فهنا اقدر اقول ان الكلام ده هيساوي نيجاتيف 3 على 2 كي دي كوساين ثيتا. طيب وكي دوت ار 2 نيجاتيف 1 على 2 ودي هتبقى 1 على 2 ودي 3 على 2. فاقدر اقول كده ان السبيس فاكتور يساوي اي تو ذا جي اما مثلا كام نيجاتيف 3 كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا. ده هيبقى هو بس البوزيتيف من السيمتري اللي احنا عملناها، هيبقى بلس اي تو ذا جي 3 كي دي على 2 كوساين ثيتا بلس 3 في اي تو ذا جي كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا بس اي تو ذا ماينس جي 3 او سوري كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا.
طيب في طريقتين للحل. طريقه ان انا امسك الكلام ده بالظبط اقول دي كوساين لا يعني الطريقه الاولانيه ده كوساين ده 2 في كوساين على طول وده 2 في كوساين برضو بس دي كوساين 3 ودي كوساين عاديه كوساين ثيتا واروح بقى جايب كوساين 3 ثيتا ان ترمز كوساين ثيتا عن طريق بقى ايه مثلا كوساين ثيتا بلس كوساين 2 ثيتا وبعد كده ارجع اجيب كوساين 2 ثيتا كمان نفسها ان ترمز كوساين بقى سكويرد والكلام ده واقعد امشي كده كتير هوصل للاكسبريشن ده دي عملتها لكم يعني او ان بالسنس كده احنا اصلا يعني حتى ايه من غير ما نحط القياس ولا اي حاجه يعني مثلا ايه نفك الاقواس تاني اللي انا حطيتها دي كل ده كمان فمثلا دي كده 3 في الاكسبوننشال دي كده 3 هي كمان مثلا في الاخر بلس اي تو ذا جي 3 كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا ومش دول كده يعني دول كده عباره عن سم مثلا اكس كيوبد بلس 3 اكس سكويرد بلس 3 اكس بلس 1 مش ممكن نوصلها ان هي كده كأني مثلا ايه خدت الراجل ده كومون فاكتور ورحت قايل ايه يعني حتى لو احنا كنا عملناها في الاول خالص عند الاوريجن كانت هي هي ايه لا احنا مثلا خدنا الراجل ده كده كومون فاكتور او الراجل ده مثلا اي تو ذا ماينس جي 3 كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا فيطلع لنا 1 بلس 3 ده بقى ايه شلت نيجاتيف 3 اوفر 2 يبقى لك هنا ايه هتحط هتجمع هنا 3 اوفر 2 عشان تطرحها من بره ف 3 على 2 زائد نص يبقى اي تو ذا جي 2 كي دي كوساين بس 3 دي اللي بالنيجاتيف فهتبقى دي بقى 3 على 2 ناقص نص يعني 1 فممكن تروح تعكسهم احسن جي 2 كي دي كوساين ثيتا ده شويه ماس يعني ف وبعدين ايه ودي بقى اللي هي كانت نيجاتيف فاحنا هنخليها ايه المهم طلعنا في الاخر كده ايه فدي كده كانها فعلا 1 بلس 3 اكس بلس 3 اكس سكوير بلس اكس كيوب فده بيفكركم بحاجه الاكسبريشن ده يعني هو ايه باينوميال كوفيشنز بتاع البينوميال ساين ثيتا في 1 بلس اي تو ذا جي كي دي وساين ثيتا كل ده كده كيوب بس فانت بقى هو طبعا الكلام ده كان على ماجنتيود يعني يعتبر فاحنا ممكن ناخد اي تو ذا جي كي دي على 2 كوساين ثيتا نطلعه بره هيتبقى لنا هنا اي تو ذا جي بلس اي تو ذا نيجاتيف جي فيطلع لنا ايه لو حطينا بقى النيجاتيف بره يعني هتبقى اي تو ذا نيجاتيف جي 3 كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا في اي تو ذا نيجاتيف جي كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا كل ده كده كيوبد فهنروح مجمعين هنا 3 مش فاكر بقى يعني ممكن يكون في طريقه اسهل يعني نفس الفكره يعني بعدين بقى ايه هتبقى طبعا 2 كوساين كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا كل ده كده ايه كيوب بس فهتلاقي في الاخر وصلت ايه للمنظر ده ريلاتيف بقى لسم امبليتيود يعني اه عايز احول ده كوساين يعني عايز احول ده لكوساين فهي 1 بلس اي تو ذا جي فروح تاخد اي تو ذا جي اوفر 2 عشان يبقى لي اي تو ذا ماينس جي اوفر 2 بس طيب فدي اول خطوه ما تطلع يعني هي دي كده هتقسمها لواحده بلس وواحده ماينس ف هي مش انت قصدك ان هي تبقى بلس اوكي فدول هيطيروا مع بعض فعلا فكأننا وزعناها يعني المهم الفكره يا جماعه طيب ف يعني المهم ايه ده اللي بيثبتها طيب تاني نقطه كان بيقول لي بقى عايز يرسم الباترن ويترمن 3 دي بي موتس بتعمل ازاي دي؟ تاخد دي واضحه يعني انا عايز ارسم الكلام ده عارف ارسمه؟ هو كان اوريدي قال لي الديب كام فخلينا اني واحده دي الاكسبوننشال نفسه
الاثنين عشان دي كانت اي بلس اي تو ذا ماينس، فدي بتساوي 2 في كوساين. احنا عارفين ان الكوساين ساين اكس مثلا تساوي اي جي اكس بلس اي ذا ماينس جي اكس على 2، دي الناحيه الثانيه. هو كان عايز نورمالايز دي يعتبر، يعني هو ال الصياغه مظبوطه ان هو هيبقى عايز الكلام ده يبقى نورمالايز، فانا هرجع اقسم على الماكسيمم بتاعه. شوف لك الصياغه كانت بالظبط ايه يعني. هو ما كانش كاتب ان هو نورمالايز، بس يعني انا قصدي ايه، اصل هو في الاخر هو همه الباترن، يعني هو السبيس فيكتور بيعبر عن الباترن فاريشن، فبالتالي لو انا وصلت لحاجه ريشيو من الكلام ده فخلاص ده كده صح، لان انا في الاخر ممكن حتى يعني لو انا بدات من الاول خالص ان انا اقسم الكرنتس كلها على الماكسيمم بتاعها مثلا، يعني لو بادئ مثلا بدل 1 3 و3 و1 كنت بادئ مثلا تلت مثلا و1 و1 تلت، يعني وصلت حاجه قريبه يعني اتس كايند اوف ريفرنس يعني في الاخر. طيب فمهم انا يهمني الباترن بتاع الكلام ده، خلينا نحل فين نحل فين نفس الحاله ده. طيب ايه الار 1 ان انا رحت رايح مسافه من الاوريجن لغايه الاليمنت 1، رحت حطيت الفيكتور، يعني هي المفروض الار 1 دي فيكتور خارج من الاوريجن للاليمنت بتاعي، فانا الاليمنت بتاعي كان هنا، كان على النيجاتيف زد اكسس على مسافه 3 دي اوفر 2 صح؟ ما هو هو اصلا رسمناه بالشكل ده، فدي من المسافه من هنا لحد هنا نص دي، ومن هنا هنا دي، يبقى مجموعهم 3 دي اوفر 2 وهو كله في اتجاه النيجاتيف زد، فبقت 3 دي اوفر 2 في اتجاه نيجاتيف زد، باقيين كلهم بقى نفس الطريقه، يبقى ده كده نيجاتيف دي اوفر 2 في اتجاه الزد برضو، وده دي اوفر 2 في اتجاه الزد. طيب لسه انا دلوقتي بقى معايا اكسبريشن وعايز ارسمه او ارسم الباترن بتاعه حاجه كده بالمنظر ده، اروح اعمل ايه بقى؟ هو طبعا بما انه بيتغير مع ثيتا بس، فانا ممكن ارسمه مع الاكس زد ويبقى نفس الرسمه مع الواي زد، وهيبقى طبعا الرسمه بتاعت الاكس واي تبقى عامله ازاي؟ تبقى دايره على طول، لان فاريشن مع الثيتا مفيش فاريشن مع الفاي. وعادة اصلا سؤال زي ده هيروح قايل لك ارسمه مثلا مع الاكس زد بس اصلا، عشان هو كده كده خلاص بقى معروف يعني. طيب وهو بيقول لي ان الدي بتساوي لامدا اوفر 2، فانا عايز ارسم حاجه عباره عن كوساين كيوبد، وانا بقى كي دي اوفر 2 هي نص في 2 باي اوفر لامدا لامدا اوفر 2، دي هتروح مع دي يبقى هتبقى لي باي لامدا باي اوفر 2 على طول بقى، دي هترمها فهتبقى دي كده كوساين كيوبد باي اوفر 2 كوساين ثيتا. اول حاجه ببص عليها النلز موجوده فين والماكسيم موجوده فين، سهل عليا الدنيا شويه. انا مثلا لو عايز اشوف النلز يبقى انا هساوي الكلام ده بزيرو، يعني باي اوفر 2 كوساين ثيتا بتساوي ايه الحاجه اللي بتصفر الكوساين؟ باي اوفر 2 او خلينا نقول ايه 2 ان بلس 1 باي اوفر 2، دي هتروح مع دي يبقى الثيتا بتساوي كوساين انفرس 2n بلس 1 اللي هم مين؟ اللي هم 0 او 180، لان دي هتلاقيها يا 1 يا نيجاتيف 1 يا اما 3 نيجاتيف 3 وهكذا. فتقدر تقول ان ايه؟ ان انا عندي نال هنا وهنا، والماكسيمم طبعا عند الثيتا بتساوي 90، هتلاقي الكوساين بقى 0 فهتلاقي كوساين 0 هتبقى 1. طبعا حاجه شبه كده. الحقيقه ده شبه الدونت برضه يعني. بس هي هتبقى مضغوطة شوية عشان هي كوساين كيوب بدل كوساين يعني. أو بدل كوساين سكوير دي. طيب ال 3 دي بي بيم ويتس بقى تحسب ازاي؟ أو اللي بيسموه ساعات الهاف باور بيم ويتس. ماشي، تساوي 2 ثيتا. مين الثيتا بقى؟ نعم اكزاكتلي يعني هو عموما هاف باور بيم ويتس هو خلينا دايما نبص الديفينيشن بتاعه عشان القانون بتاعه ساعات بيلخبط يعني. المفروض ان انا بروح رايح خطين كده واشوف الانجل اللي الباور فيها ما بتقلش اكتر من نص. طيب السبيس فاكتور
احنا من شويه حسبناه ريلاتيف للالكتريك فيلد ولا الباور؟ الكتريك فيلد مش كده؟ فبالتالي اقدر اقول ان انا اشوف الاس اوف ثيتا دي بتساوي 1 على روت 2 فين؟ فهلاقي ان باي اوفر 2 كوساين ثيتا بتساوي كوساين انفرس 1 على 2 باور سوتس. يعني انا باخد كيوبيك روت بتاع روت 2. ايوه اروح طبعا ايه مواد دي بقى الناحيه الثانيه يعني وارجع بقى ايه اقول نسيتها كده في الاخر بتساوي كوساين انفرس 2 اوفر باي كوساين انفرس كمان الرقم ده هيطلع لي 2 ثيتاز. الفرق ما بينهم هو اللي هيطلع لي الهاف باور بيم ويدث اللي هو بقى بكام. لا ما هو انت بقى لو عرفتها بالمنطق ده المفروض يطلع لك 2 ثيتاز اصلا. حاجه من حاجتين يعني يا اما ان انت هي بص اقول لك انت هيطلع لك كام من الحسبه دي؟ هيطلع لك 72.53. طيب انت عارف اوريدي ان انت لو عندك انجل كده والكوساين بتاعها طلع برقم فالكوساين بتاع نفس الانجل بس بالنيجاتيف بيطلع نفس الرقم. او يعني بمعنى اصح ان كوساين النيجاتيف هو هو كوساين البوزيتيف. بس لا انا مش عايز اتكلم عن النيجاتيف دلوقتي. لا هو انا عايز اقول لكم يعني الحاله 180 ناقص هيطلع نفس الكلام من الاخر يعني. هقول لك ماشي. هي الثيتا دي بصوا احنا الثيتا اصلا ديفايند من اول خالص ان هي الانجل دي صح؟ بس فانا دلوقتي الانجل اللي طلعت ب 72 مش بالظبط 90 ناقص. بالظبط. ما انت حاجه من حاجتين بقى يا اما تقول له ان الهاف باور بيم ويدث هو 2 في 90 ناقص ال 72 لان انا كده بقول ان هي 2 في الانجل في الانجل دي مثلا اللي هي 90 ناقص الانجل دي او ان انا احسب الحل كامل اروح قايل له مثلا طب هي اصلا توصل للنص فين؟ فتروح قايل له ان هي اكشلي عند بلس اور ماينس 1 على روت 2 لان النيجاتيف ده هيطلع لي يعني دايركشن وخلاص يعني. فساعتها هيطلع لي الحل ده وهيطلع لي 180 ناقص الحل ده. فيبقى دول الاثنين انجلز اللي هم عباره عن ايه بقى؟ اللي هم عباره عن دي ثيتا 1 ودي. فيبقى الطرح ما بينهم هو الهاف باور بيم ويدث. الهاف باور بيم ويدث دايما بنستنتجه لما بنرسمه يعني. ترسم بقى كده رسمه كروكي هتلاقي نفسك فهمت تحسب ازاي يعني. عشان السبيس فاكتور هنا احنا جايبينه من الالكتريك فيلد من اول خالص ما جينا نستنتجه فبالتالي هو بروبورشنال روت الباور مش باور ده السبيس فاكتور او حتى احنا كنا حاطين كرنتس ما كناش يعني هو قال لي ان الريشيوز 3 هو ما حطيتش 3 سكوير ده مثلا. طيب فدي كانت مساله على عامه يعني الجزء ده بيبقى فيه نوعيتين من المسائل، مسائل على السبيس فاكتور نفسه يتحسب ازاي؟ حاجات شبه كده. ومسائل على اللينير اري، دي بقى تاني نقطة احنا هنخش فيها دلوقتي. تفرق في ايه؟ ماشي ما هي فرقت فعلا هنا، احنا حاطين واحد على واحد على ستة بدل النص. طيب اللينير اريز بقى بنقول فيها ايه؟ نروح لللينير اريز. بالمناسبه هنزل لكم السكشن اللي فات وده على ما يحيى اخر اسبوع. قبل ما انسى في سكشن الدايبولز في غلطه كده الشباب النهارده نبهوني ليها يعني. ف هبقى انزل لكم يعني ورقه اللي فيها الغلطه والتصحيح بتاعها يعني ورقه كام بالظبط. يبقوا بقى ايه تشروحوا على جروب الدفعه يعني او الدرايف بتاعكم مش عارف كده عندكم درايف يعني. فين البتاع؟ في متاهة and اهو وصلنا. طيب ماشي احنا في لينير اري يعتبر ان احنا ايه انا ابلاي الكلمتين اللي قلناهم دول على ممكن نقول ايه يعني ستاندرد اري معروف يعني ان انا بروح قايل ايه اللينير اري هو اري
في يعني في elements كده مثلا ايه دول كده ايه في n elements along مثلا line والسبيسنج متساوي يساوي دي على طول دي 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 لغايه هنا و اكسايتد باي يسموها بقى ايه كونستانت كرنت اند بروجريسيف فيس شيفت يعني ايه بروجريسيف فيس شيفت يعني عند كل element بزوده فيس شيفت اكتر من اللي قبليه بنفس الستيب راح قايل مثلا ان i للاليمنت n بتساوي i نود e to the j n بيتا مثلا يعني اسميها دلوقتي بيتا بحيث ان انا عند element 0 هبقى i نود element 1 هبقى i نود في e to the j بيتا وهكذا ده مثلا رقم 0 1 2 3 لغايه n minus 1 طيب لو انا عايز احسب السبيس فاكتور بتاع حاجه زي كده بروح بقى ايه بحلها اكشلي زي دي كده بالظبط بس حتى ساعتها بحط الاوريجن في المكان بتاعها هنا عادي ويطلع لي في الاخر السبيس فاكتور حاجه بالمنظر ده اعتقد دي عندكم في فورمولا شيت الحمد لله يعني يقول لك ايه كماجنتيود يساوي ماجنتيود ساين ان كي دي اوفر 2 وساين ثيتا ماينس بيتا على ساين كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا ماينس بيتا طيب ده بالمناسبة احيانا بدل ما بيحطوا المنظر ده ساعات بيحطوا هنا ان في المحاضرة ما حطش عندكم ان مش كده؟ اللي هو ساعات يروح قايل لك ايه بس طبعا احنا خلينا نشتغل بالنوتيشنز بتاعتنا يعني ساعات يقول لك ايه مثلا طب انا هخليه سبيس فاكتور نورمالايزد والنورمالايزد ان انا هقسم على ان طيب فعشان نفهم يعني الكلام ده وليه اتعمل بالطريقه دي هنعمل ايه هنمسك يعني الاكسبرشن ده نلعب فيه شويه او يعني نتفرج عليه يعني. مبدئيا لو انا عايز ارسمه لو قلنا السبيس فاكتور في الاخر بنبص له على ان هو رسمه لان هو ده اللي في الاخر بيوريني الباترن عامل ازاي وبعد كده بضربه في الاليمنت فاكتور الرسمه بتاعته برضو عشان اعرف في الاخر الباترن عامل ازاي وانا لو عارف باترن كل حاجه خلاص تعرف بالنسبه لي فانا لو عايز ارسم حاجه بالمنظر ده خلينا نقول مثلا ات بيتا ايكوال 0 وعند مثلا ان بتساوي مش مستاهل حتى نحط ان خلينا نسيب ان كده زي ما هي وكي دي زي ما هي فانا عند بيتا ايكوال 0 هلاقي ان انا عايز ارسم ساين ان كي دي على 2 كوساين ثيتا على ساين كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا طيب لو انا عايز ارسم الكلام ده هلاقي مبدئيا ان في values of ثيتا عند مثلا ثيتا بتساوي كام؟ عند ثيتا بتساوي باي اوفر 2 مثلا ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان كوساين دي بقت 0 فلاقي الساين هتبقى 0 واللي فوق نفس الكلام هتبقى 0 فلاقي الكلام ده بقى 0 اوفر 0 لكن عند ثيتا بتساوي بقى اي فاليو ثانيه يعني هلاقي مثلا النبض بتاعت يعني خلينا نبص لها بشكل مختلف يعني خلينا نشوف احنا نجيب الثيتا على اي اساس لو انا عايز اجيب النبض مثلا هلاقي ان ال ان كي دي على 2 كوساين ثيتا المفروض الكلام ده يساوي ايه؟ الحاجات اللي هتصفر ساين اللي هي ان باي مثلا فالاقي في الاخر ان ات ثيتا ايكوال كوساين انفرس ان باي على ان في كي دي على 2 المفروض ان هنا في نلز بس هلاقي ان تحديدا عند الثيتا بتساوي باي اوفر 2 فالايه فالراجل ده كمان هيصفر فهلاقي ان انا بقى عندي 0 اوفر 0 ف 0 اوفر 0 بنحسبها بالليمت لما اجي اعمل الليمت للكلام ده هلاقي ان طلع لي ان هلاقي ان سبيس فاكتور بقى بيساوي ان فبلاقي في الاخر ان انا لو عايز ارسم الاكسبريشن ده بيطلع لي حاجه عامله كده
ان انا مثلا لو طلع لي من هنا دول نسميهم مثلا ثيتا 1 وثيتا 2 وهكذا، فانا عند ثيتا 0 اللي هي عند باي اوفر 2 دي، او خلينا مثلا نرسمهم دي كده النلز بتاعتنا مثلا، دي كده ثيتا 1 دي مثلا ثيتا 2، طبعا في حاجه شبهها الناحيه دي عشان في سيمتري، دي كده ثيتا 2. انا ايه بلاقي نفسي عامل كده اهو، في ماكسيمم في الثيتا نود، في هنا شويه نلز انا ايه بلعب في وسطهم كده. فانا كده ببقى ماكس، يعني ده تقول ان الاس سبيس فاكتور ده ماكس عند 0 اوفر 0 وبيساوي 0 او من يعني عند اللي فوق 0 واللي تحت مش بيساوي 0. طيب والماكس بتاعي اكشلي بيساوي ان، فعشان كده ساعات بنقول ان هو لو نورمالايزد فانا هقسم على ان بحيث يبقى دايما الماكسيم بتاعه بواحد، فما بقاش بقى ايه شغل الهمي بان لا ده المفروض اقوم هنا في رقم واقسم هنا في رقم، خلاص انا عارف ماكسيمم بواحد على طول. بس يعني خليكم كده عارفين هليكم خلاص، يعني ما دام هي ما اتقالتش في المحاضره يعني، لان هتلاقوا بقى كل الحسابات مبنيه على ان انت يا اما قاسم يا اما مش قاسم يعني. طيب لو بقى البيتا مش بتساوي زيرو، فبما ان هو ده الحل بتاعنا، فانا لو حطيت البيتا على الشكل كي دي كوساين ثيتا، كي دي اوفر 2 بقى كوساين ثيتا ولا ايه؟ ثواني كده، هي مظبوطه كده اهو ثيتا نود، ان انا بديفاين سم ثيتا نود تخلي البيتا بالشكل ده، يعني مجرد اكسبريشن او مجرد ديفينيشن هنسميه يعني. لو عملت كده ايه اللي هيحصل؟ هلاقي الاكسبريشن بقى بالشكل ده، ساين ان في كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا ماينس كوساين ثيتا نود، وهنا ساين كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا ماينس كوساين ثيتا نود. فانا ساعتها بقى متوقع ان ايه اللي يحصل في الرسمه بتاعتي؟ ان بدل ما النلز او بدل يعني ما يبقى ماكسيمم عند ستيب سايب اوفر 2 هيبقى ماكسيمم اللي هو عند 0 اوفر 0 عند ثيتا بتساوي ثيتا نود. وانت في نفس الوقت لو بيتا بتساوي 0 فالكوساين هتكون بتساوي 0 فالثيتا نود هتكون بتساوي باي اوفر 2، فهي اوريدي اصلا بتهولد يعني. فبالتالي انا بقيت من خلال البيتا، اكتبها بقى هنا احسن، بعمل ايه؟ ما يسمى بالالكترونيك ستيرنج. دكتور كلمكم على انواع الستيرنج؟ ده الاسبوع ده بقى ان شاء الله يعني. ان هو يقول لك ايه بقى؟ ان انت كده اصلا البيتا دي عباره عن ايه؟ البيتا دي جايه منين؟ بروجريسيف فيس شيفت، ان انت مدخل الكرنتس دي بفيس شيفتس مختلفه. ودي يعني لو انت بصيت لها سيركت وايز يعني في الاخر ده فيدنج، فده جاي من سيركت. فلو انت بصيت لها من ناحيه السيركت، انا كل اللي فارق ان انا مثلا يعني لو عندي الاليمنت ده عباره عن اربعه اليمنتس مثلا بس، فانا هنا عايز ابعت مثلا اي نود، هنا مثلا جي اي نود، هنا مثلا نيجاتيف اي نود، هنا نيجاتيف جي اي نود مثلا. ده يتعمل ازاي في السيركت؟ انت ممكن تفكر مثلا ان اوريدي الكاب مثلا بيغير ال، لو انت عندك حاجه بالمنظر ده مثلا، انت عارف ان الاوتبوت من هنا هيبقى 1 على جي اوميجا سي على ار بس 1 على جي اوميجا سي. فهل الكلام ده ممكن عند سام فريكوانسي يكون بيساوي جي مثلا مضروب في الانبوت بتاعه؟ يعني ممكن نفكس، هتلاقي مثلا في سكيلينج بتاع. فانت من السيركتس تقدر تبعت كرنت بديفرنت فيس شيبس، عشان كده بيسموها الكترونيك ستيرنج، ان انا من الالكترونكس او من السيركتس بتاعتي غيرت في الفيس شيفت، فغيرت في مكان الثيتا نود، فكاني غيرت مكان البيم ده. بدل ما البيم كان بيشاور الناحيه دي بقى بيشاور الناحيه دي مثلا، مين بيم طبعا يعني بيبقى هو اكشلي الاثنين كده طالعين لفوق، ان الثيتا كلها اتغيرت يعني. في انواع تانية بقى مش عارف برضو الدكتور هيتعمق معاكم لانهي ليفل يعني، بس في نوعين تانيين يعني، حاجه اسمها ميكانيكال ستيرنج
نكتبها مثلا فين؟ المهم بقى هنا يبقى حاضر يوم الاربعاء ولا امتى؟ خليتوهاش يوم الاثنين ولا حاجة عشان تخلصوا بدري، اكيد حاولت ومعرفتوش. يقول لك مثلا ايه الكترونيك ستيرنج هو اللي احنا اتكلمنا عليه ده، ان انا بقول ان بيتا بتساوي كي دي، هي كانت كي دي كوساين ثيتا، انا مش عارف في حاجه انا نسيتها تقريبا. سوري لا، هي في الاول اصلا كانت يعني كانت ماينس بيتا على 2 تقريبا كده كده القانون موجود عندكم. يعني هتقول ان بيتا بتساوي كي دي كوساين ثيتا وثيتا نود بقى، وانت من الثيتا نود اللي انت عايزها بتختار البيتا اللي انت عايزها، الستير بيم اللي انت عايزه، او حاجه تانية يسموها ميكانيكال ستيرنج. ان انا الاري كله على بعضه بدل ما هو كان كده، لا انا هروح محركه كده، حرك الحاجه اللي شايلاه كلها زي الرادارات كده، خليها مثلا بالشكل ده، فبدل ما كان بيشاور في وشه هيبقى بيشاور الناحيه دي مثلا. طب هو انا ليه عايز استير اصلا؟ ماشي. طب ماشي، انت اصلا ليه عايز، يعني انت ليه عايز تركز باور في حته واحده وتقعد تغير فيها؟ هل في حاجه بتغير بولاريزيشن في الكلام اللي قلناه؟ اتكلمنا عن بولاريزيشن، ما اتكلمناش عن بولاريزيشن خالص. او اكشلي ده مش هيأثر في البولاريزيشن خالص. هو اكشلي دي نقطه كنت قلتها لكم مره كده لما كلمتكم على ال 5G والفرق ما بينه وبين الحاجات اللي قبليها، بما ان عندكم ريبورت على 5G. يعني احنا قلنا ان احنا زمان كنا بنبقى عايزين نبعت لكل الناس مثلا من البيز ستيشن لكل الناس اللي موجودين دول، فكنا بنقول ان مثلا انتنا بتعمل حاجه بالمنظر ده كده، ان كل الناس اللي قاعدين تحت هيجي لهم نفس بيم. بعدين قلنا ان ده هيخليها بتوزع باور في حتت كتيره، فقلنا يبقى الاحسن ان هي تعمل تركز بيم في حته واحده على واحد بس، وبعد كده بعد شويه تروح مركزه على واحد تاني، فتقعد بقى تغير في البيم نفسه. ده هيخليها تكفر اكشلي اريا اكبر، لان هي بتبعت بار بتركز على واحد بس او اثنين كده. بس طبعا احتاج بقى شويه تكنيكس عشان يبقى عندي كذا بيم كده. ايه ففكره البيم ستيرنج عامه؟ ان انا عايز اخلي البيم يشاور على اتجاه معين، وغالبا كمان ببقى عايز الاتجاه ده يتغير بسرعه، عشان لو انا فعلا بكفر مثلا اشخاص كده او يسموها بقى يو ايز يوزر اكويبمنت اللي هي موبايلات يعني، فانا مش عايز ان انا يعني اسيب الموبايل فتره كبيره بحيث ان تحس ان في مشكله بالنسبه لك في المكالمه يعني. فبالتالي احنا عايزين البيم ستيرنج ده يبقى سريع ولا بطيء؟ كم واحد بيقول بطيء؟ كم واحد بيقول سريع؟ وانا سمعت بطيء في النص. ماشي، احنا عايزين يبقى سريع يعني عشان قلنا ما بيفصلش يعني. فبالتالي ميكانيكال ستيرنج مشكلته ان هو ابطا طبعا، بس في المقابل هنشوف يعني، مش هنشوف يعني، بس في بالحسابات يعني هتلاقي ان هو بيبقى مور افيشنت يعني في الباور والكلام ده. حاجه ثالثه اسمها فريكونسي ستيرنج، ساعات بيسموها سكاننج برضه، يعني ان انا اعمل الاري بشكل معين بحيث ان انا لما اغير الفريكونسي البيم نفسه يتغير. يعني احنا مثلا الاري ده، لينير الاري ده، كنا لما بنغير الفيدنج نفسه من الفيز بتاعت الكرنتس كان البيم كله بيتحرك. لكن في لو بتكلم في مثلا ويف جايد سلوتس او اللي هي بيسموها سلوت انتنز، فساعتها انا ممكن لما اغير اصلا الفريكونسي الشكل الالكتريك فيلد نفسه جوه السلوتس دي يتغير، حاجه مثلا بالمنظر ده كده، ممكن شكل الالكتريك فيلد نفسه في النص يتغير بحيث ان هي على بعضها كده توديك في اتجاه تاني. بس دي يعني محدش بيشرحها بالاناليسيس بتاعها، فهي بس كفكره يعني. طيب في بعد كده ما يسمى بالجريتنج لوبس، انا بس مش حابب الحاجات دي تشرح لاول مره في السكشن يعني، بس مش مشكله. ماشي، ما هو ايه اللي هيخليه يبقى مايل اصلا؟ هو اللي بنقوله ده كله.
لو غيرت البيتا اخلي الثيتا بدل ما تبقى فيرتيكال كده هتتحرك يمين. ده قصدك ولا ايه؟ لا في سايد لوبز برضه، هو في جميع الحالات في سايد لوبز الحقيقه. يعني احنا في كيس هو اصلا اوريدي لما جه نرسم الاري ده لقينا ان انا عندي كذا نال جايه من النيوميريتور الاماكن اللي مش بتصفره، ولقينا ان النالز دي بتخلي يعني بتخلي في سايد لوبز ما بين كل نال والثانيه. وانا كل ما بضيق المين لوب كل ما بتظهر لي سايد لوبز كتير، يعني الرسمه كانت عامله كده اصلا. احنا حطينا الاري بالشكل ده، يعني لو حطينا ده مثلا زد اكسس كنا بنقول ان الرسمه بتبقى عامله كده، وبعدين في هنا سايد لوب، يعني سايد لوب تانية هكذا. ايه كل ما بضيق الراجل ده كل ما انا بقرب النالز من بعضها، كل ما بكتر النالز كل ما بكبر السايد لوبس. بس ايه سؤالك بقى؟ مش بنتخلص منها قوي يعني، يعني احنا مش عارف صراحة هو يقصد ايه لما قال لكم كده يعني، بس هنحسبها يعني، بنحسب اصلا الليفل بتاعها عامل ازاي، وحسب طريقه لو احنا بنعمل الكترونيك ستيرنج فغالبا السايد لوز تكبر مننا شويه. كان يعني في مساله كده الحقيقه كانت لطيفه شويه، بس هي كانت في شيء دكتور اسلام يعني، فمش عايز ان انا اخشها فيها هنا، بس يعني كان عامل ابلكيشن يعني على اللي احنا بنقوله لكم ده كله. ان انا مثلا عندي اري كده، وانا عندي في واحد هنا عايز مثلا اوجه البيم ليه، وعندي واحد تاني هنا ده مثلا يوزر 1 مثلا وده يوزر 2، وعايز ده بقى ما ياخدش باور خالص. فبنحط الثيتا نود اللي تخلي الري بتاعي شاور الناحيه دي، بس في مقابل الراجل ده برضو ممكن يجي له سايد لوب زي ما انت بتقول، صح؟ كنا بقى يعني انت بتديزاين بقى بحيث ان ده يبقى شاور عين مش سايد لوب، فبتظبطيها ازاي من الدي الحقيقه، ممكن من انه ممكن من دي، بس هو في المساله دي كان طالبها من خلال الدي يعني، بس يعني تبقى البيتا لوحدها مش كفايه بمعنى اصح. بس طبعا في المقابل لو انا يعني خليت نالت شاور عليه فانا كده خليت ده يبقى اوسع سنه، عشان كده بنقول برضو ان كل ما اخليه دايركت فاكتور كل ما بلعب في سايد لوبز يعني. بس يعني ممكن انا اضيقه اكتر خليه كده مثلا واخلي السايد لوب نفسها الناحيه دي. هي بس الفكره ان انا يعني مش شرط اليوزر يبقى هنا، ممكن اليوزر يبقى حته تانية، اكيد في يوزر هيلبس في السايد لوب دي، بس على الاقل ممكن اتحكم في مكانها يعني. هنا ايه؟ ماشي، هو اكشولي الباترن مولتيكيشن برنسبل مبني عليه اللينير اري، يعني ده الكونسبت عامه اللي احنا بنتعامل بيه مع الاري او الانتنا اريز عموما. بعد كده احنا عن طريق الكونسبت ده عرفنا السبيس فاكتور او الاري فاكتور اللي هو الاكسبريشن ده، وحسبناه بالنسبه للينير اري. فهو مش كونسبت جديد قوي، هو ابلكيشن يعني. انت ممكن نعتبر دي مساله طويله مثلا الراجل بنسال فيها يعني. طيب يا طب اول يعني مساله اتكلمنا فيها كانت لينير اري برضو، بس في مساله مثلا كان فيها اربعه اليمنتس كده، مثلا المساله زي دي مش لينير اري، ده يعتبر 2 دايمنشنال اري. برجع بقى للبيزك برنسبل، ما اقدرش ان انا احلها بالشكل ده. في اكشولي مساله كده في الشيت برضو كان بيقول لك انا عندي مثلا لامدا دايبول، دايبول 2 لامدا، وعايز احله ان ترمز اوف اللامدا اوفر 2 دايبولز، يعني عايز اجيبه عن طريق او عايز احسب الكريشن بتاعه عن طريق الايه باترن مولتيكيشن برنسبل اللي هناك ده، باعتبار ان هو 2 لامدا اوفر 2 دايبولز. لو كنت بعتبر ده مثلا عباره عن دايبول ودايبول تاني كل واحد بينهم لامدا اوفر 2 وسبيسد بالمسافه دي، او مثلا بحطهم بقى على الاكسيس بتاعتي واقول مثلا ان المسافه دي هي لامدا اوفر 4 والمسافه دي هي نيجاتيف لامدا اوفر 4، بقى كاني عندي اري اوف 2 اليمنتس كل اليمنت منهم لامدا اوفر 2 المسافه والاماكن بتاعتهم كده، واحسب برضو السبيس فاكتور واحسب الاليمنت فاكتور بقى اللي هو اوريدي بتاع لامدا اوفر 2 اللي احنا عارفينه، واضربهم في بعض وبيطلع لي في الاخر نفس الاي بتاع الراجل ده محلول يعني. طيب فاحنا كده عملنا ستيرنج، فاضل بس حاجه كده اخيره عايزين نتكلم عليها اسمها جريتنج لوبس. هناكم فين؟ نعملها هنا. بس خلصنا التوبيك كله.
هي برضو مبنية على لينير اري، هي مش حاجة يعني مش حاجة جديدة يعني. يقول لك ايه بقى يا سيدي، خلينا مثلا نمسك الاكسبريشن بتاعنا ساين ان كي دي او ان اوفر 2 مثلا، او ايش مثلا ان كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا ماينس كوساين ثيتا نود على ساين كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا ماينس كوساين ثيتا نود. لو انا مثلا قلت لك دلوقتي ايه، خلينا نعتبر ان كوساين ثيتا دي تساوي يو، يعني يو مثلا تساوي كوساين ثيتا ويو نود تساوي كوساين ثيتا نود. هروح حاطط الكلام ده in terms of U بالشكل ده، دي بقى U minus U نود. طيب وال KD over 2 هي بتساوي نص 2 pi over lambda في D، يعني اقدر اقول ايه pi over lambda D صح؟ طيب لو انا عايز ارسم الكلام ده versus U وعايز ارسمه بقى ايه، في حاجة كده بيسموها rectangular plot اللي يعني ايه اللي هو الرسم بتاعنا العادي بقى، ان انا اروح راسم كده فيرسز يو عادي بقى اكس اكسس واي اكسس مفيش بولر بقى ولا اي عقل. وده مثلا هو السبيس فاكتور من يو برضو، فانا عارف ان انا ماكسيم هتكون بتساوي هتكون عند يو بتساوي يو نود مش كده؟ فاقدر اقول مثلا ان هنا يو نود ده ماكسيمم، واروح نازل كده عند زيروز اتحرك كده اهو، والنالز دي هتكون عند ايه الكلام اللي هو فوق زيرو تحت مش بزيرو. طيب هو برضو الدينوميريتور هيساوي زيرو امتى؟ لو الباي اوفر لامدا دي في يو ماينس يو نود بتساوي ان باي مش كده؟ الدينوميريتور هيساوي زيرو عند الكلام ده. طيب ده يوريني ايه؟ ان ده هيتحقق عند اليو بتساوي ان يعني بقى مثلا طاير الباي مع الباي اللامدا تروح الناحيه الثانيه، يبقى عند يو بتساوي يو نود بلس ان لامدا اوفر دي. يعني اقدر اقول ان يبقى ايه عشان بس الرسمه تبقى نشفتها شمال شويه كده اليو وانا دي مثلا يو نود، فمثلا عند اليو نود بلس لامدا اوفر دي وعند يو نود ماينس لامدا اوفر دي يبقى برضه عندي ماكسيمم مش كده؟ يعني ما حاجه عامله كده بس. هتبقى هنا بقى برضه دي هتبقى طالعه كده مش كده؟ انا كده في عندي كذا مكان في ماكسيمم. طيب هو المفروض الطبيعي اصلا ان الري بتاعي يبقى في ماكسيمم في اتجاه واحد بس، اللي هو اصلا كان لو انا ما عنديش بيتا كان هيبقى في اتجاه ال 90 درجه كده، المفروض ان انا لما بغير في الثيتا نود بحركه بس ما ينفعش يطلع لي منه في اتجاه تاني مش كده؟ لا يعني ما دي هي يعني. ايه؟ انا قصدي على الثيتا، الثيتا مختلفه يعني دي في الاخر نفس الثيتا، دي ثيتا دي نفس الثيتا برضه اللي هي كانت هنا ايه؟ فالمفروض ان انت كده كده اللي ورا دي انت هتتصرف فيها بابسط حاجه، ان انت مثلا هتروح حاطط يعني الاليمنت فاكتور نفسه يبقى مثلا جراوندد من تحت، فانت كده كده من الاليمنت فاكتور ممكن تغير كل اللي تحت، لكن انت مش عايز ان يبقى مثلا وانت بتودي بيم من الناحيه دي تلاقي في بيم تاني يطلع لك هنا، ده كده يعني بارازيتك بيم اللي هو اي بيم. طيب هو بيظهر فين اصلا؟ بيظهر عند الاماكن دي، فانا ازاي اضمن ان هو مش هيظهر؟ ايه؟ يعني هو احنا قبل بس ما خلي لندا اوفر دي يعني هو ده ممكن يبقى حل عامه بس هيبقى صعب قوي. ايه بالظبط هي دي النقطه، ان احنا ايه بنبص ان في حاجه اسمها يعني هو ده اصلا فاليد فين بمعنى اصح، هو مش اليو دي هي كوساين ثيتا، فاصلا اليو لازم تبقى ما بين
نيجاتيف 1 1 صح. فبيديفاينوا من هنا حاجه اسمها الفيزيبل رينج مثلا من اول نيجاتيف 1 ل 1 يقول لك ده كده ايه فيزيبل رينج او يعني بمعنى صح الرينج اللي موجود في الحقيقه يعني. ويقول لك بس ايه انا محتاج وانا بغير اليو نود او الثيتا نود بقى ما خليش اي حاجه من دول تظهر لي جوه الفيزيبل رينج خلاص. وبيسموا اللي بتعدي بقى ايه طاقه اسمها ايه بقى الحاجات دي جريتنج لوبس. ايه دي جريتنج لوبس؟ مش رح يقول ده. طيب فبالتالي بيطلع من هنا كونديشن. يعني الكونديشن ده بقى ايه بيبقى ليه حسبه كده ما بس باختصار يعني الكونديشن بيقول في الاخر ان المفروض اليو نود ماكس بلس 1 تبقى اصغر من لامدا اوفر دي. يعني بيقول لك لما تيجي تغير اليو نود او بقى بلاش نقول يو نود ماكس خلينا نقول ايه كوساين ثيتا نود ماكس. لو انت عمال تغير الثيتا نود لازم بس ميك شور ان كوساين ثيتا نود ماكس بلس 1 تبقى اصغر من لامدا اوفر دي. في برضه حاجه كده ايه يعني عشان لو شفتوها في اي ورق قديم او حاجه هم ساعات بدل ما يحسبوا الثيتا بالديفينيشن بتاعها اللي احنا عارفينه ده ساعات يقول لك ايه طب انا هحسبها من النورمال تو ذا اكسس يعني مثلا من هنا يبقى دي مثلا الثيتا. والحقيقه الورق بتاع دكتور اسلام او كورس دكتور اسلام كان كده يعني. فكل اللي بيفرق بس ان الكوساين بتبقى ساين. فانت لو لقيت القانون ده موجود فيه ساين بدل كوساين اعرف ان هو قايسها من نورمال للاكسس بدل من الاكسس نفسه. احنا الثيتا اللي بنقيسها هنا بالشكل ده. انا اصلا الورق بتاعي هبقى اعدل لكم فيه لان انا غالبا في حتت نسيت اصلحها يعني. بس فبيبقى ده الكونديشن اللي محتاج اضمنه اللي هو بقى ممكن يبقى كونديشن على الثيتا نود او كونديشن على الدي نفسها على حسب بقى الدنيا عندي عامله ازاي. طيب فخلينا بقى ايه نلم نلخص الهيصه اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها. انا كده عايز اقول ايه بقى من السبيس فاكتور ده كله خلينا نلخص لكم هنا مثلا. حاجه بنقول السبيس فاكتور ساين ان كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا ماينس كوساين ثيتا نود كل ده على ساين كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا ماينس كوساين ثيتا نود. بتقول له ان ده ماكس عن 0 اوفر 0 والماكس ده اللي هو بيساوي ان ومينيمم او بقى ايه بيساوي 0 ات 0 اوفر حاجه مش بزيرو. دي اول حاجه عايزين نعرفها. تاني حاجه قول لي فور نو جريتنج لوبس لازم الكوساين ثيتا نوت ماكس بلس 1 تبقى اصغر من لامدا اوفر دي. طيب ايه تاني من الحوار ده؟ طبعا نبقى احنا عارفين ان ايه ان البيتا بتساوي كي دي كوساين ثيتا نود وان البيتا دي هي بروجريسيف فيس شيفت اللي هي جايه من اي نود ايتس ذا نيجاتيف نيجاتيف ولا بوزيتيف لا بوزيتيف جي بيتا ان. في حاجه تانية عايزين نقولها كملخص للقوانين؟ اي دو نوت ثينك سو. طبعا نبقى عارفين اوريدي ان الماكسيمم هو ان اللي فوق بزيرو وتحت بزيرو قلناها. ماشي خد لنا بقى ايه مساله حلوه كده ولا عايزين مساله مش حلوه؟ ايه رايكم؟ تاملوا كده في اللي قلناه ده قبل ما اتورك على مساله حلوه. في حاجه برضو نسيت اقولها لكم سريعا كده قبل ما نحل المساله. في حاجه اسمها برود سايد radiation و end fire radiation. root side radiation يعني ايه؟ يعني الاري بتاعي لو هو عامل كده فهو بيراديت في الاتجاه ده اللي هو الكيس بتاعت ايه؟
ان البيتا اصلا بتساوي 0 يعني كيس النورمال العادي. اند فاير يعني along the axis بتاعه، يعني الاريه بتاعي اوريدي موجود هنا كده بيبقى radiation نفسه كده. لما نقول البيتا زي كي دي كوساين 0 ماشي. فلما يقول لك في اند فاير اري مثلا تتحل كده يعني. اوكي نفسي احل معاكم مساله ثانيه بعد دي الصراحه بس مش مشكله بقى. طيب هو بيقول لي انا عندي اربعه فيرتيكال انتنز اكسايتد بايكوال كرنتس، كل واحد منهم بقى نقسم انه داخل له اي نود مثلا، ومديني الديب كام. بيقول لي احسب او ارسم راديشن باترن في الاكس واي بلين، وهات الثيتا نود ماكس او الماكسيمم سكاننج انجل فور نو جريتنج لوبس. هاي تفتكروا نفكر فيها ازاي؟ حط يعني هعمل ايه؟ ابدا منين؟ اوكي ماشي، يبقى هروح قايل له ادي السبيس فيكتور ساين، خلينا يعني نحطها كده على بعضها ان كي دي اوفر 2 ساين ثيتا ماينس كوساين ثيتا نوت. ماشي هقعد فيه ازاي بقى؟ لان باربعه. وايه تاني؟ والكي دي مش مشكله دي كمان معايا. ممكن نقول مثلا كي دي زي 2 باي على لامدا في 0.8 لامدا. ماشي. وبعدين وايه تاني؟ سيتا هنعمل فيها ايه؟ كويس، خلي السيتا تبقى صعب. هي السيتا كانت ديفايند ايه؟ ان هي من النقطة اللي أنا فيها أو بين النقطة اللي أنا فيها والزد أكسس. أنا الأصل إن أنا كان عندي الأري كان على الزد أكسس كده، وكانت الثيتا هي دي. دلوقتي الأري بقى على الإكس أكسس، يبقى أقدر أقول إن الثيتا بقت ساي اللي ما بين ال البوينت بتاعتي بقى العادية اللي هي مثلا إكس واي وزد والإكس أكسس بدل الزد أكسس. طيب أجيب الكوساين ساي دي بقى إزاي؟ فاكرين؟ قانون بتاع الفورميلا شيت كان بيقول لي كوساين ثيتا كوساين ثيتا برايم بلس ساين ثيتا ساين ثيتا برايم كوساين فاي ماينس فاي برايم. طيب هنعوض بقى الثيتا برايم وفاي برايم بكام؟ الثيتا برايم 90 عشان ده الاكس اكسس، والفاي برايم فاي برايم ب 0 عشان ده البوزيتيف اكس اكسس. طيب سيتا برايم 90 يبقى ده كده مش معانا، فاي برايم ب 0 ده ب 1 يبقى هيطلع لي ساين ثيتا كوساين فاي. طيب يبقى ازاي؟ قصدك تحسبها من الاول يعني؟ ماشي ده اسئله فيه هاخد بالي بقى ان انا هبدل الموضوع بالنسبه للاكس بدل الزد. قصدك زي ما كنا نعمل في الدايبول يعني؟ زي ما كنا نعمل في اللوب ماشي. بس هو ممكن طبعا، بس هو يعني الحل ده بقى ايه؟ ما بينفعش اللي هو بس طلب منك اكسبريشن قال لك ان ترمز اوف ذا برنسبل بلينز يعني. بس بس تمام، بس انا حل الحل ده. كنت اشوف اذا كنت انا حل الحل الثاني برضه كنت طلع لك الفاينل اكسبريشن هيبقى عامل ازاي يعني. اوكي طيب احنا كده جبنا المنظر ده، والكوساين ثيتا نود هو اوريدي قال لي ايكوال كرنتس وما قال مفيش اي فيس شيفت، فاقدر اقول ان الترم ده مش موجود لان هو ما اتكلمش ان في اي فيس شيفت بالنسبه لي يعني. طيب فلما اجي ارسم انا فعلا ممكن ارسم زي ما راجل طيب كان بيقول كده، ان انا اعتبر ان بما ان ده الاكس ده الواي فالاري بتاعي موجود الناحيه دي على الاكس اكسس. احنا عارفين ان الاري لما كان along the z كانت الرسمه بالمنظر ده، اللي هو كانت برود سايد يعتبر يعني، كان في عندي مين لوب كده في النص واشوف النلز. فانا ممكن اعمل كده، خلينا نحلها بالحل حل حلو اسهل من الحل ده. هي اكشلي هيطلع حاجه عامله كده بس في شويه نلز،
عايز اعرف النلز دي فين. قلنا بقى ايه احنا اللي يهمنا بس نعرف ان الماكسيم عند 0 اوفر 0 والنيه بتساوي 0 او النلز عند ايه 0 فوق ونلز 0 تحت. طيب هروح رايح للقانون بتاعنا ده اقول له ان ان بقى اللي هي خلينا نحطهم الاول كده ان كي دي اوفر 2 كوساين ثيتا ده اللي المفروض يساوي او خلينا نقول بقى كوساين ساي ده اللي المفروض يساوي ان باي بس الان ما ينفعش تساوي 0. ليه ما ينفعش تساوي 0؟ عشان لو تساوي 0 هي ماكسيم لان ساعتها هيبقى اللي فوق 0 وتحت ب 0. طب بقيت الناس فاهمه ليه ما ينفعش تساوي 0؟ هو بيبقى واحد مركز في بقيه بيناموا فحاول صحصح الناس شويه. طيب يبقى احنا عندنا 4 في نص في 2 باي اوفر لامدا في هو اداني الديب كام؟ 0.8 لامدا. لامدا تروح مع اللامدا 2 هتروح مع 2 يبقى يطلع لي ايه 3.2 كوساين ساي والباي بقى كمان هتروح مع الباي الناحيه الثانيه هتساوي ان يبقى الساي بتساوي كوساين انفرس ان اوفر 3.2. طيب الساي هنا هي مين؟ بتقابل الثيتا هناك اللي هي كانت الانجل ما بين الري اكسس والنقطه بتاعتي فاقدر اقول ان الساي هي الانجل دي واقدر اقول بقى ايه ان انا كده عندي كوساين انفرس بلس اور ماينس 1 على 3.2 اللي هي الماينس اصلا هتبقى 180 ناقص يعني فاحنا كاننا بنقول ايه كوساين انفرس 1 على 3.2 وكوساين انفرس 2 اوفر 3.2 وكوساين انفرس 3 اوفر 3.2 و 180 ناقص الكلام ده ناقص ده وده وده منطقي لان اليمين شبه الشمال بالظبط لان في سيمتري يعني. الارقام دي تطلع لنا كام؟ بتطلع لنا ب 71 51 و20 71 51 20 هيطلع لي يعني 3 نلز. المهم ادي كده واحده ادي نضيقها اكتر شويه ايه لا الان الكابيتال باربعة كان عدد الان بيساعد 3 قريب من 4 يعني 3 قريب من 4 يعني انا مش فاكر بصراحه اذا كانت مثبته يعني ولا لا بس يعني في الاخر هي جايه من كده يعني انت عايز ان اوفر ما هي برضه خد بالك الدي بيفرق فيها يعني كي دي اوفر 2 ده كان رقم صغير قوي هتلاقي غالبا المثال بتاع المحاضره كان كي دي مختلفه يعني هنا الدي قريبه قوي من لامدا فطلع لنا الرقم ده ب 3.2 بس ادي ايه ادي اول نل وادي تاني نل. طيب عند الزيرو او عند الالونج الاري نفسه اللي هو عند اللي هو عند الزيرو ثواني كده يعني احنا عارفين ان عند 90 في ماكسيمم. طيب عند زيرو ما طلعليش ان في ماكسيمم او مينيمم فاقدر اقول ان في سايد لوب هنا كده في سايد لوبز هنا. طيب دول كده واحد اتنين فاضل واحدة كمان كده 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 وبعدين بقى هنا مين لوب لازم تبقى مختلفة كده وكبيرة بحاول بقى تسموها مضافة لما تحل مسألة زي دي. تاني حاجة بقى عايز الثيتا نود ماكس اقول له ايه انا عايز كوساين هو كان بيقول لي عامة السكاننج انجل ماكسيمم يعني هقول له يبقى كوساين ثيتا نود ماكس بلس 1 لازم تبقى اصغر من لامدا اوفر دي يعني ثيتا نود ماكس تساوي ايه بقى؟ لامدا اوفر تي او كوساين انفرس لامدا اوفر دي ماينس 1 هي لامدا اوفر دي اللي هي 0.8 ماينس 1 يعني نيجاتيف 0.2
طبعا هي بلس اور ماينس الكوساين ده يعني ايه ايه اوكي صح ماشي 1/4.8 ماينس 1 1/4.8 دي كانت بكام اللي هي 1.25 صح يبقى دي كوساين انفرس ربع بس هي طبعا هتبقى موديولس هتبقى بلس اور ماينس الكلام ده ورا شوف بقى الانجل اللي اكبر ما بينهم يعني ايه ايه ما هي نود اصلا كانت هنا قصدك ايه بالظبط لا اصل انا يعني انا سكيبت قوي يعني انا ما شرحتش بالتفصيل الاكسبريشن ده جاي منين بس هو في الحقيقه انت بتبقى يعني هو جاي من ان انت بتحاول من ناحيه خايف من ده وتبقى ناحيه دي خايف من ده فانت بتعمل تحرك اليونت الناحيه دي وخايف ان دوت يوصل لنيجاتيف 1 بتحرك اليونت الناحيه دي خايف ان دوت يوصل لنيجاتيف 1 سوري ده يوصل ل 1 او ده يوصل لنيجاتيف 1 تشوف ماكسيمم ما بينهم فبيطلع لك في الاخر كونديشن الفيل موديولس ده هي متلخبط شايف البروف بتاعها بس انا كاتبه لكم يعني بس كوساين انفرس بقى ايه انت عندك واحده بربع واحده بماينس ربع فالماينس ربع هي اللي هتبقى اكبر حاجه لان كوساين بالنيجاتيف فاكبر من 90 فيطلع لنا 104 كام بس